على اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم على اي اف ام احلى راديو العشرة وخمسة دقائق وما تسمعوا في كواد نوف. ما زلنا مكملين معاكم حتى ل 11. مروه معمولي سلام عليكم الناس اللي تحقتوا بينا الكل توا. سينو يزيد التشويش يا جماعه خليني نكمل الميكرو. سينو اللي قاعده تشاور جوستومون جيجي عاصمه جيجي مره اخرى صباح النور. ما نجمش مروه ما نشوشش ولا نشمشو منوشوش. ام مراد ربي فضله له كلمته تحيه ليها تحيه ربي فضلها. جوستومون بحذايا مراد بالنافله صباح النور ربي فضل كل والده نفضلكم مع عندكم الناس الكل يسمعوا فينا ولا يحبوا يتوفوا زيد الوالدين مهمين ياسر. سينو سي مسافي صباح النور صباح الفل مره اخرى لاباس. انا الحمد لله جوست الدرجه دي خرجنا مع بعضنا لاباس. صديق ايمن مجدوب من نيس قاعد يبعث لنا في تصاور المكرونه هذيك اكيد هو من حزبي من حزب المكرونه والحزب المكرونه ومو سياسي حزب بتاع اكله شعبيه رقم واحد في تونس بالفلفل شايح باللي تحب انت مفيد مكرونه زاده كيف كيف. تحيه لصباح التوجاني مدام صباح اللي زاده تتبع فينا وتتكل عليكم وقلت لكم محليه الانرجي نتاعكم ومحليه صباحكم الكل ربي يفضلها مدام صباح. تحيه للمستمعين الكل وذكركم اللي شويه يخرب شجبوا على سؤال الحسن اللي يقول هل تامن بالعين والحسد. نجموا تفاعلوا معنا على الباج فيسبوك تاعنا غاديو اي اف ام وجاوبونا على سؤالنا شويه اخر كالعاده. وسام صافي يعمل طلع على لي كومونتير سينو خاطر جوستومون نحبوا نعطيكم الانرجي المزيانه والموجات الايجابيه. شيخ تكون بحذانا كوتش عهد جمعاوي باش تحكينا على الحاجات الاساسيه اللي تنجم تخليك تعيش فرحان. وين وحنا اون فيت انا واللي نسمعوا كل يضري في حاجه باش نعرفوا شنو الحاجات اللي خليونا نعيشوا فرحانين. سين يضحك بربي يتكلم حسب رايك قولي الحاجات ولد الشركه مستمع وفي هو مستمع وفي وشارك معنا برشا. قال لك كان الريتش يتيح في صفحتكم رئيس تحرير يقول لكم علاش زعما تقولوا له محسودين يمن ولا ما يمن. انا اسال سؤال من بعد السي مهدي التحرير يقول لك عين لين بعد من بعد بعد ما ناخذوا تليفون خاطر تستنى معنا ضيفتنا الفنانه نحبها ياسر وفي بوكيل باش ناخذوا شويه اخر في عطاير مقبل باش نخلي لكم الكلمه يا جماعه تسويت وتجاوبوني على سؤال الحسن في عطاير. مراد بالنفله لالا تامل بالعين والحسد. هي العين موجوده الحقيقه اما زاد ما توقفش حياتك انه ثم عين وحسد اللطف عليك بالقران معوذتين والله سوره الاخلاص وساعه ساعه في الدار حط كل ثلاثه ولا اربع ايام سوره البقره حاجه ياسر معناها تهرب وتكسر العين وتبعدها عليك وعلى اولادك وعلى الناس كل. جيجي لا جيجي انا الحقيقه نمن بالعين ونمن اللي فما عين مش منقول العين حق العين حق. وانا نحب نوجه كلمه للناس الكل حتى لينا لان احنا ديما كي نراو حاجه مزينه ماذا بينا نقولوا تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما احلاها ساعات عبجيشها قراو كاغيمون معناها هذيك راهو كله مش باهي راهو بالحق معناها دونك نحاولوا نسملوا بسم الله نقولوا ما احلاها ربي يعطيك ربي يزيدك ربي يعطيني اللي يعطاك مش لازم مع شو راوك باش تحسد اللي مقابلك ولا باش تركز معاه ما عنده ما باش يزيدك ركز في روحك بيان سور ركز في روحك وفي حياتك وهكيك تعيش مرتاح وان شاء الله ربي يعطينا الخير وكيما عطى لغيرنا يعطينا ان شاء الله. امين يا ربي. صافينو والله انا نوافق شويه مراد انه ما تركبهاش روحك برشا انه حياتك الكل مربوطه بالعين. نجم تكون انت انسان معناها سامحني فيك معناها مقصر في حق روحك ما تعرفش تختار اختياراتك غير صائبه سبت خزيده راهو انا نقول كل واحد وفعله راهو وخزر راهو كي تبدا علاش انا نقول ديما رضيت الوالدين قبل كل شيء راهو كي تبدا والديك راضين عليك راه حياتك تمشي مسطره تبارك الله بستر ربي. على ساعات واحد يقول لك والله انا ربي ساترني في برشا حاجات صحيح العين موجوده الحسد موجوده مش كان في الدين الإسلامي فقط في كل الديانات السماوية تقريبا تلقى إيمان بالعين وبالحسد موجودة تقريبا حتى وكان مش الديانات التوحيدية في كل الديانات تقريبا تلقى ديما جانب مهم العين والحسد. احنا بالنسبة لنا كمسلمين نحاولوا انه نرقيوا ارواحنا نرقيوا ديارنا حتى في خدمتنا. انا عمري ما ريت حد يبخر في يافام انا عمري ما ريت حد لا انا غدوه باش ندخل بالبخور لازم نعملوا بخور ولازم نحطوا هكا شويه رقيه بالرسمي اقراوا المعوذتين استغفروا حتى بقدره ربي كل شيء يمشي ما عندها حتى دخل. لا لا قلت له الرقيه ما عندها حتى دخل بالبخور واضح هي البخور على رويحته يفوح العاده نتاعنا هذيك عاده دينيه معناها انه باش نرقيوا صحيح مساله دينيه
بحتة وبش نبخروا حاجة سبيريتويل روحانية بالنسبة لنا احنا كتوانسة. انا ضيفتها اللي باش ناخذوها جابت لي البخور من الكويت اما العود انا نحكي اون فيت اللي ريحته لنا خلينا نشوفوا شنو رايها في موضوعنا ونصفحوا عليها. قالت لي ليل بخور بيجي عند تونس عندنا سي شوقي ان شاء الله يجي لنا البلاد. خلينا ناخذوا الفنانة وفي بوكيل من الكويت مباشرة معنا على راديو اي فاميلي. انا متأكدة انها قيمتها من نومة وفي صباح النور بالضحكة بين اللي هي في خطوة يا وفي شد روحك شوية على الدخل على شكة. لا لا صباح الخير هانكم صباح الخيرات وصباح الضحكة المزينة ذي شنا ديما تضحكوا فيه. والله لا أضحك خاطر أول حاجة كلكم صحابي العصابة ذي كلها صحابي منورة وانتوك عيسك وعصابة الحب طبعا لأنهم عشرين عمري عصابة الموجات الإيجابية احنا هنا أيوة وهذا جميل معناها في حياتي اني عندي ديما أصحابي وعندي ديما عندي انت اللي ديما معناها تحكي كل شيء فضحتني أكيد عندي عليك حتى بزيك منورة بون غوتوغ يا رب فضلك منورة بون غوتوغ وانا فرحانة بيك برشا يعيسك يخليك وفي قيم لك منه مكش ماتينال دابيتود لا خاصة كي يبدأ عندي خدمة منش ماتينال وتعود واسمع اسألو سيه مستعفي قبل جدي ما مخر لي سريع من قبل الحكاية مستوى ما عندها حتى علاقة بالكلاسي واسمع كنا نقرأه مع بعضنا ديجا وفي صباح الفل نهارك زين ان شاء الله نهارك زين اللي عديناه في البيفيت اكثر من اللي عديناه هنا قراوه وياك على خاطر ديما اسمع عندنا مشكله عندنا مشكله معك نتاعك الساعه معك الساعه من 8 ل 9 هذيك الساعه كنا انا مع مشكله ما غالب هذيك راهي المشكله اللي ارقت برشا طلب وكان ديما عندي صفر عندي عربون في الليل خلينا نقولها فوالا نخدم ونقرا يا نصور يا نخدم دونك وهذا بارونتيز باش نقول الجيل الصاعد توا اخدموا لارواحكم والبلاد توا بحاجة إلى بناء وتونس أمة كبيرة تحتاج إلى بناء اليوم نعاودوا نرجعوا أحسن من إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب. وفي بوكيل أحكي لي على حوالك إيش عندك جديد نعرفك قاعد تنتج برشا في الكويت في الخليج ما شاء الله عليك سمعت الأغنية الأخيرة اللي سمعناها مع بعضنا وحكينا عليها برشا أنا وياك شنو فما جديد وفي شنو قاعد تحضر كيما نحن عندنا جديد مزيد كاملت ميشان كبيرة برشا بوحدة في الإذاعة جلسة ليالي السعود اللي هي امتحان طربي للفنانين الكبار هنا وشرف لي أنا كمصنفة في وزارة الإعلام وفي التلفزيون والإذاعة هذا شيء حلو الجلسة الطربية ديما تكون معناها لقاء حلو برشا نهمة هو برنامج أيضا في التلفزة كانت حصة تكلمنا فيها على تونس وطبعا ديما نلبس تونس ونغنيها ديما في برنامج نهمة من بين قوسين زيادة هي فن البحر أو فنون البحر التراث الكويتي كان من تقديم محمد الشرقاوي وكانت ساعة تقريبا على امتداد ساعة غنينا فيها تونسي وغنينا فيها خليجي وغنينا فيها من أغاني أنا وتكلمنا أكثر على الحضارة في تونس وعلاقة تونس بالكويت وطبعا ديما تونس طاغية وحاضرة معايا وهذا مش مزيه ونعرف محبتك لتونس وفاء ونعرف اللي في كل مناسبة حتى في انتاجاتك وألبوماتك ديما ما تكون موجود أغنية تونسية كل لقاء وتعرفين متابعة تحكي على تونس والسفارة التونسية في الكويت واللي عملته واللي متى والبروجرام اللي محضرته دايخ ديما نتعلم ديما نتعلم وديما نزلنا صغار وديما شوي شوي به بي ديما شد في الليل خليني نسألك قبل جيجين بعد تنعطي جيجين كل ما أكيد سلموا عليك إن شاء الله كل بحذية مراد بن نيف لجيهان وسيمة السعفي وفي سؤال الحسب مش هسألك عليه تاو ما جاوبنيش تاو أما باش نربطه بلي ساير البريد هذية ويقول لك العين حق زعمة تعتبرها عين هل شوية ما لونتوندو اللي صار مؤخرا بعد ما خرجوا لك برنامج قديم عنده 10 سنين اسمه نص دينك كان تعاد على تلفزة اسمها فيرست تي في برنامج كنت قدمته وخدم معك وسمى في نفس التلفزة نتذكر وقتها نلقاك وفي لي باج تناقلوا التدوينة نتاعك اللي تقول فيها انت مستاء ياسر كيفاش خرجوا لك لقطة من البرنامج وكأنه البرنامج بيت نوار هي الحديد ما قلتش بيت رواق شوف خليني نقول لك حاجه لا خلينا نفسر دقيقه للمستمعين اللي ما يفهموش الحكايه وفين بطل نحكيوا على البيت رواق دونك البرنامج هو يجيب نساء ورجال يحبوا يعرسوا في اطار انه يتعرفوا على بعضهم
اي جوست ما 5 جيل اللي تعرفوا وفما اختبارات هكذا امراه جونغ تعرفش تحدد شنو تعرف الطيب وذي وذي في عاداتنا وتقاليدنا موجود معناتها باش تاخذ امراه تعرف تقضي ولا تعرف طيب ولا وغيرها مانيش باش نسال على على علاقه الصين بامريكا في الحرب البارده راه سي نورمال على سلسه وحذاقه كلمه حذاقه اذا تقلق المراه التونسيه راهو معناها بالعكس هو افخر وليس فيه مس شوف من قيمة المرأة شوف خليني نقول لك لا أحد يزيد علي ولا عليكم ولا أي حد مني معناتها تبارك الله من تونس معناتها مازلنا نعرفوا بعض معناتها طنجرة من فوق وطنجرة من الوطة سمحني ونخطاء نعرفوا بعضنا معناتها فلا أحد يزيد على حد اللي أنا ما نحبش نحكي على روحي راني لكن اللي خدمته لتونس واللي كليته الأقصى زادة ولليوم وبدي يعني بلادي على نفسي ما حتى حد ما نجم يزيد جي البارح ولا جي غدوة ولا بشي جي غدوة مثلا توا أمه قاعدة تتوحم ولا حاجة بشي نجم يكبر بعد 20 سنة نجم إذا أنا قاعدة نشوف في لطفي بوشناق اللي هو قيمة عالمية نقف في مطارات يا الأولاد ويا شعب تونسي نقف في مطار يقولوا لي كيفاش تاخذ فيزا وانت بنت بلاد لطفي بوشناق يو تستب فما بالك كان فما عيب يعني اولا من العيب ثانيا قدروا قيمه الكبار لانه قدر ما عادش نقدروا الكبير ما عادش نقدروا وش كل ما نزيد كيبه في شعري كل ما نزيد نخاف على الصغار كل ما نشوف مانيش انا معناتها نقول لي انا معناها سيرفيونس جنرال بتاع القيام في البلاد لكن انا قاعد نعيش البر انتم تعيشوا في تونس نعيش برا ونقابل برشا جنسيات نعمل تنقيز البحرين نعمل تنقيز دبي نعمل نشوف فالتصوير قاعدة تهتز وكمان يعني ها يعني نهداو شوي يعني صورة تونس في في البلدان العربية تقصد وفاء نهداو شوية لأنه اللي تعلموا فيه هذي الكل وتصيح القيمة مش في صالح تونس باهي تعرف يا مروة مش بدقيقتين ومش أقل من دقيقتين ليه ماكش باش تمشي ما زلت معنا عاد كجورناليست وكواحد تعدى لعيني البارح معناتها المفروض ما تلبسيش حاجة قديمة كيما قاعدين نوستالجي توا تتفرجوا في أو قد تتفرجوا في شو اسمها كل معايا مسلسل الخطاب على الباب وكل أيوه. عمل مليون سنة ضوئية أقعد قدام وخليك القدام اللي هي بي أنا شنو قلت عندي تعجب لكن وفينا سؤالي لهنا يسألوها مش من حق مثلا اليوم الصحفية أنا مع العلم الوفاة صحفية ليست ما فينا قبل ما تكون فنانة راهو بنت لبسي أنا ماستر في الصحافة نعرف وفاة والصحافة علوم الإخبار أنا باش نكون مش محايدة ما خليني نحكي بلسان الناس اللي تسمع فينا وفاة معناتها الرأي ذي لا أتبناه لكن خلينا نسألك هل مش من حق صحفية تجبد حتى مثلا ماتياغ قديمة وتعطي فيها رأيها؟ لا الوضع في تونس لا يحتمل فما أخلاقيات المهنة أنا قاري عند الكامبي وعند سلام سامين عواسة وعند جد القرقوري ومدام سلوى الشرفي اللي رجعت لي البارح وقالت لي فهمت اللي الموضوع خطأ وطبعا أنا ما نجمش نحكي معك على سوى قضايا الإرهاب الساخنة في برنامج الطائرس أكيد برنامج فما المقال وفما ليني إديتوريال وفما أنا خذيت فلوسي في حصة خدمت عليه ومشيت عندي 10 سنين شفت على السول سرجانة بالتوالي فهمت على خاطر فوق هذا الكل وفاء سامحني وفوق هذا الكل وين الخطأ في كلام وفاء سامحني لو فرضنا جبدنا يسمع على بيت خوا هي تفضلك قالت البيت خوا متاحة ما فيش معاش نفضلكو معنا عاج يعني فان اللي نستوى سعملوا في كلمة فان قبل 10 سنين فماش فان معنا يدول معاش نفضلكو معنا خاطر قلوا جاك وفاء قل طاح لقدر ولينا نركب الناس في الفان إذا سلوى محمد اللي هي 55 سنة كانت وجهة تونس في السياحة وزارة العالم 4 مرات مع عمتي زهرة بوكيل المرحومة الإدارية الأولى في وزارة الثقافة وكانت وزارة السياحة يمشي مع الزعيم لحبيب بورقيبة للعالم وكانت معهم سلوى محمد وعند كنيسة لطفي كان وجهة في الدينار في تونس اي نعم رموز يا أمة يا صغار يا اللي قاعدين تقرأوا رانا إذا ما نقدروش كبيرنا كما أنا قدرت كبيري باش أنا نمشي والحياة تمشي ويجي ولد وسام يقدرني أنا باش ربي صغير يقدر غدوة يقدروا راهو تونس تطيح
نحب واش تطيح وما زمش تطيح. راهو الاحترام والاخلاق هي الركيزه والفرشه الاولى نتاع الامم الكل. باه جبت سلوى محمد، نعرف على اللي تقال مؤخرا على الفنانه الكبيره اللي نحبوها ياسر سلوى محمد اكيد وبالحق ما فما جانب ربي يفضلها ربي يفضلها والدة الاعلاميه صديقتي شيماء شميم تحيه ليها زاده. دونك وفاء يظهر لي خممت حتى في وقت ما من عرفت رجعت على قرارك ولا انك تلجا الى القضاء؟ طبعا هو والله مسخفني الحال، لانه اولا تونس اللي بردني هو انه بلادنا قائمه مازالت على المؤسسات والقانون. وعلى قدر ما انا مرات حاجات توجع لي قلبي، لكن تضطرني انت كصحفيه هو بتدعي بيا محسوب علينا كصحفي انت ما تدعيش بيا نحكيه بلي وكامل كونفرنس دو بريس وسي مش بيوم ما جاوش هذوما عند 10 سنين تالي في وتيل في تونس. علاش ما الطفله بكلمتها بكل ادب؟ أنا تعرف قداش عالم الغنية الوطنية لتونس؟ في بالك لينا من كثر ما غنت أغاني وطنية ما عادش نعمل؟ في بالي نعرف لأني تعبت ما يسمعوش. جبت لي أغانية، جبت لي وقت اللي فقدت صوتي قبل عندي حفلة في فرنسا 2017، صرت على المدارس، عملت من يحب تونس يقرأ. جيت الركبة شديت راسي كي قلت لا ما نقعدش قاعدة أنا صوتي باش نعمل عملية وتعبت. لا مشيت شديت لي فيديو بروجيكتور وطلعت القصرين والفحص وشيت نكتب. هذا 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 معناها ما يشفعليش عندكم 15 سنة وأنا نكتب في في, في الصحافة المكتوبة وندافع على حقوق المرأة وحقوق الطفل، أول مطربة عربية تحمل قلم فيروز اليوسف المصري وبابوكيت ما يشفعلكش 20 عائلة كويتية جبتهم في أقل من عام هاشتاج فيزيت تونيزيا في كليباتي ألبوم العرض التونسية والنغم كويتي ما يشفعلكمش. يعني كل هذا الكل اللي عملته ونعمل فيه كي تقول مش فعلكمش وفاء، شوف مثلا راي شخص واحد لا يمثل البقية راهو معناتها انا ما تحسبوش علينا صحافيين. يعني نقول ربك واضح رايك، ما تحسبوش علينا صحافيين، ابعدونا خليونا نحب ما تبقى من اللي قعد في قلوبنا. رانا راهو مش سهل، راهو اليوم الفنان اللي عنده شو التزام واحد راهو القابض على الجمر قال سيدنا علي بن ابي طالب، فخليونا يعني خليونا، لانه راهو المتغرب يعيش في 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 حتى لو نسوق في البورش راني لوطر ولا صاروخ راني نقعد في الغربه راه بالك. فما دي كونترانت اخرين وفما ظروف وفما اشياء وفما امور وفما الحمد، لكن ونعيش في دوله معناها تحترمني جدا وانا ولائي لها كبير برشا وعايشه كاني عايشه في تونس لكن تبقى غربة شوية معناها. وفاء أنا نحب نقول لك خانت عدي وفاء كلنا نحب صوتك، صوت جميل جدا، مرأة مثقفة جدا، صاحبة رأي، تقول كلمتها، مرأة قوية وتشرف أي مرأة تونسية وحنا نحبوك برشا. وهذايا ما يبدل حد شيء في القضية الحقيقة بتاع ربي، معناها غلطة ولا ما لهم تنجوش الله يتحلوا، ربي يهدي نفوس لجيجي. باش تقول حاجة لوفاء؟ وفاء صباح النور، صباح الخير، لاباس عزيزتي؟ لاباس عايشك. وفي ايش نقولك، راهو الحكايات هذوما انت تقول 10 سنين التالي، راهو 10 سنين التالي في لبنان كانت فما البرامج نتاع هذوما العروسات اللي تلموا فيهم ويجوا فنانين واصلا ما يحكيوش على فنهم، مثلا كانوا يستدعوا نانسي عجرم، كانوا يستدعوا هيفا تكون ضيفه، اكيد ماهيش باش تجي تغني هيفا ولا نانسي ولا نجوى كرم، معناها باش تكون مراه عاديه تحكي على حكايه مسابقه نتاع ما بين ازواج يعني عادي. علاش احنا لليوم وما يتحكيش فيه توا في لبنان والا ما نعرفش انا في برشا برامج تلفزيون الواقع، علاش احنا في تونس هكايا معناها نقفوا على حاجه اللي هي كما قال اسامه شنو اللي قلت انت معناها العادي هذا وانت تعيش في غربه وما نصوركش سمعت مثلا فنانه عندها 10 سنين حضرت في برنامج قسمه وما نعرفش شنو هي في لبنان توا يجبدوا لها في حكايه معناها من الماضي. فهمت؟ مجرد اصطياد في الماء العكر. وفاء عسلامه، مورد بن نافله معاك. وفاء شنو حوالك لله؟ لبس عليك اسمعني راهو زاد راهو يزمك تفهم اللي ضريبه النجاح زاد راهو عندها زاد بتخلص راهو لهنا. انت صحيح تست يوجعك انه واحد يجبد حاجه قديمه وتوا زعما حيرها باش يمسلك من اسمك، هذا الكل يعني نجاحك وهذا كله يعني خدمتك ولا يعني حاجاتك اللي قاعده تعمل فيهم سوى روحك والبلاد
ومحليه كلامك نسمع فيك ياسر، معناها انسان معناها عندك برشا حاجات حلوين، زاد مثقفه ما شاء الله عليك. دونك انا تعرفش نقول لك اختي الغاليه، القافله تسير والكلاب قلبي وجعني على الصغيرات عندهم الفراغ. لطف على قلبك. الفراغ فراغ راهو يقتل، راهو شعب كامل راهو الفراغ اللي تعملوا فيه. ولو وتكلمت كل ادب بتقول لي فانا نحب نضحك، وعلى فكره قالوا لي ليه حقوقيه. فما باق جديده في حقوقيين يتنمروا على الناس وتتنمر على المتسابقات 10 سنين اللي لابسي تي ما عادش تحكي فيهم هما ديجا غالب. هذه عقليه وفي يا عين وفي وفي خنبدلوا خنبدلوا الجو. مصحين على قوتي بنعرف زعما تعرف محبتي ليك. قولي جيجي قولي. تعرفها دانا تويرش الانستغراميز الكويتيه؟ البارح بحذيها مشيت شي فرفان. يا وفي سلمني عليها برشا وقول لها جيين من تونس تحبك برشا برشا. اسمع وفي سمعت اي سمعت بها وقت اللي دانا تويرش مشيت للمالديف وخذوا لها تصويره وقتها، ومعناها اسمعني صايد في الماء العكر في البلايص الكل. سمعت بها حكايه التصويره نتاع دانا تويرش؟ يظهر لي اي اي كنت تحب اسالها اي تجاوز تجاوز كملوش من الحيرو عاد الحاجه تاع دانا تويرش. اي لا 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 حبيت نقولها معناها تجاوز وفي انا نقول لك تجاوزهم معناها ما تركزش معاهم اصلا. انا اللي عجبني في جيجي مواكبه لي انستغرام بس العالم الكل باسمه بالله. اسمعني اسمعني شنو عليها جيجي باش نقول لها حاجه. جيجي شنو فتره فوز الفهد اليوم في القائمة؟ فوز الفهد قالك شو شويه اسمع فوز الفهد قتلتني بكا ثخامه ولي ماخ وكالفازات نتاعها بربي. اسم اش قولك فيها فوز؟ البارح زاد عندها الستام احلام شفت، لكن راهي هي ديما كي نطلع في التلفزيون نعمل عندها مكياج. صح عليك صح عليك. اسمع الدكتوره خلود بربي، الدكتوره خلود بربي. لا جيجي ما عرفتش الدنيا يا جماعه في الدنيا كيفاش متواضعه هكا ما نعرفش والله ما قوتيتش. يا ولدي خلينا نجاوب على سؤال الحسا. سلمني على فوز ودانا تويرش. وفي 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 سؤال الحسا يقول كما كل فنان ناخذه معنا جاوبنا على سؤال الحسا وناخذ رايك، هل تأمن بعد البيب جوستومون، هل تأمن بالعين والحسد ولا طبعاً. ليه؟ خليك معنا وفي ثواني ونرجعوا لك بعد البيب. سيدي عطاير قاعدين نجاوب على سؤال الحسا، هل تأمن بالعين والحسد؟ انتم جيدا باش نقراو كومنتاريكم شي اخر اللي على الباج فيسبوك تاعنا غاديو اي اف ام، ونشوفوا رايكم في موضوع الحسا اليوم. سينا بحذاء ضيفتنا هي ان شاء الله تكون بحذانا قريب العاجل عبر الهاتف مرضية من الكويت، الفنانه الجميله والصوت الجميل جدا وصديقتي وفي بوكيل. وفي مرحبا مره اخرى. قادم تخيل فيك قاعده تبخر تو وفيك البخور جبتولي من الكويت ملا ريحه فيك البخور هذاك وبالحق ميرسي. السؤال وفي هل تأمر بالعين والحسد ولا لا؟ طبعا نؤمن. الى اي درجه؟ اولا معناتها هل تعيش بهم؟ جدا. لا مش تعيش ب 24 ساعه، لك نفس قال لك حاجه هي الطاقه وقران الكريم اكبر مصدر للطاقه وهدية في العالم الكل متفاهمين فيه الدنيا الكل، وكل ما ازداد روحانيا نحس بقرب لله. وطبعا يعني كل ما تقرب لله كل ما ربي يعطيك حلاوه اكثر ويوريك يوريك يوريك معناها بار بروف اكثر ويزيد يقربك بالتستويت والواحد. وهذايا راهو تونس الكل نحن معروف علينا اسم اللطيف، وراهو البلاد الوحيده اللي عندها حزب لطيف. أي. طبعا مشدوده بروحانيه كبيره. وفما مره سمعت في كلوب هاوس كنت ديما ندخل وقت كوفيد كان يقراوا الفلك والابراج. طبعا انا العام هذاك ما عادش الجمله نسمع خاصه بعد العمر الثانيه وليت خاف قالوا حاجه في ربي صلى عمره مقبوله ما عنديش برشا ما يروح من العمره. اي صح عليك الله عاقبه ليكم الكل امين ان شاء الله في حاجه اجمعين يا رب. طبعا الدين الكل حتى اليهوديه وحتى ما انزل في الانجيل وانزل في التوراه وانزل ايضا في الكتب القديمه، وما كان معناها يوجد حسد اذا ما قتلش هابيل اخو قابيل او قابيل اخو هابيل سامحني بعد شدوا علي بس ما بعد غلط لا لا شنو فيها محسوب صافي بارتي من عيشتنا ولات هو الحسد هو وكيفاش ترمي سيدنا يوسف في البير لولا الحسد اخواته. فالحسد والعين ايضا هي طاقه كبير معناها ما
انبياء وعانيهم من هذا الكل طبعا الاذكار اهم حاجه بوصيكم بها الكل شنو والاذكار الاذكار اي 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 لانه اللي ينسى ربي ربي ينسى في بريقة العطار لا في 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 الاذكار اي اي اكثر مهم يظهر لي العطار يسال فلوس نتاع كريدي هذيك ما عندناش عطار اللي هنا عندنا ابلكاسيون لا لا على 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 مروه على مروه على مروه على روحك الجهه توا نجري الجهه انا والعطار حبيبتي وفي بالحق شنو تعمل معناتها كيفاش فما ناس يقول لك نتحسن من العين الاذكار فقط تمن بالعين الزرقاء و وهذوك ولا لا 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 مش بيا لانه بعد انا كنت تطير هذايا عاد عين زرقاء وخضراء وكحله ومن بعد فما في برشا احاديث صحيحه انه اكل تمائم هي شرك من الله وشرك بالله سامحني شوف اذكارك اذكارك الصباح وفي في 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 الصباح وفي الليل وفي الليل ايضا هي تحسينك ويا ريت لو قراءة القران والله يا اوكي باين حطوها لك تقرا احسن وتقرا اي اكيد وفي وفي احكي لي حكايه صارت لك مع العين فيسع خلينا نغفلوا بها مره عندي صديقي يظل لي عملت عين اسبانيوريه لا مره لا مره عندك صديق عندي صديقي وعينه الخايبه كنت جنبه المره الاولى الثانيه الثالثه ونحبه برشا معناتها ويجي من برا معناها ويحبني ويجي لدارنا ونخرجوا وعائلات يا الله برا وكان ويا أسامة كان قاعد معنا الطرف الثالث واحد قاعد معنا في اللي تشي اللي هو اختيار أسامة لا بالشمس حاجة كبيرة في الدولة ومش دولة بتقول برا واضح 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 بديت نفهم فديما نقول لهم رائعين وربي حار ربي شنو أنا عمل تكلم تلفتني قال لي ما زلت كي جيت من البلاصه الفلانيه عندك حفله لبرا با 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 بشيء كبير انت ولي وطبوك وتير بيا ونمشي نسمعها في نفس الوقت بيراتيولي هزت عيني كان في الفيديو تليفون بيراتيولي اقسم بالله الفيسبوك صدق بالوقت قدامي وقمت من الخوف وليت خايفه قلت نحس في حاجه حاره في بدني من ساقي حتى راسي تفصعت من وقتها وتفصعت لا البيع بالحاضر والكريدي لا صديقي اي عندي تايم الدكتور ريتيم قالوا لي توفى ولا والله راجل كبير وقتها كان في ايدي في الاسبيرونس فنتبهوا على رواحكم انا ربي حسننا ويسترنا الناس كل وفي نورتني في البرنامج ما احلاها المداخله نتاعك ونشوفك ان شاء الله على قريب في تونس اكيد باش نسمع حاجه بصوت وفاء ان شاء الله ديما ناجحه يا وفاء ان شاء الله ديما متالقه ان شاء الله ديما متالقه سينا نعمل مطالعه شويه اخرى على الكومنتير نتاعكم ونشوفوا رايكم في موضوع اليوم شويه اخر تكون بحذانا كوتش عهد جمعاوي نحكيو شنو من الحاجات اللي يخليكم تعيشوا فرحانين حاجات بسيطه تجي على بالكم وتخليكم تعيشوا فرحانين نكتشفوا شويه اخر بعد الفاصل وبعد ما نسمعوا في بوكيل جوج ناخذوا في بوكيل وما نسمعوش حاجه بصوت وفاء بوكيل مكملين في كود 9 على اي فهم خليكم معنا قلت ليكيب مراد بن فلاجي هنا الحاجي أسامة السعفي والتحقت بنا أخصائية التدريب والمرافقة عهد جمعاوي صباح النور صباح الورد مروة توحشتكم توحش جوكم عايشك نحوالك عجبك الجو اللي تبع فينا تبع فيكم أنا ملي قالوا لي باش نعمل معاك كل خميس وليت نتبع فيكم خاطر وعجبني الجو محلي الجو فيما عاد الكونسيبت موجات إيجابية نحاول بقدر المستطاع أن تكون الموجات متاع البرنامج كلها إيجابية وراه فما الفار يا عهد الفار مارتين ثلاثة مرات يخرج الفار للأسف يغادر كونيكور البلاتو انا نتخيل اللي انت مستحيل تغادر علاش خاطر جايتنا برشا موجات ايجابيه ناس يسمعوا فينا توا ركزوا بالباهي ركزوا بالباهي في قوي وشويه كانت حابه مثال جديد في الغدو خاطر عاد جمعي باش تقول لنا شنو ما الحاجات اللي يخليوك تعمل جو في حياتك اللي يخليوك تعيش فرحان حاجات بسيطه راه وماناش باش ندخلوا في الفلسفه دونك تو سويت مع هذا سؤال نحبوا نعرفوا اجابته الناس الكل وانا اول واحده كيفاش تهكا تعمل جو وتشيق على روحك تبدا فرحانه في حياتك هو الناس الكل يعتقدوا انه كوتش والا مختص باش يعطيك وصفه سحريه يقول لك هذه طبقها بالضبط راه باش تولي شيق فرحان حربوشه سوف كل سي با ايفيدون على خاطر كل
واحد فينا والجو نتاعو. انا نشيخ كي نشرب قهوه ونسمع اغنيه، انت تشيخ كي تمشي تقعد على البحر وتقرا كتاب، مرادي شيخ كي يمشي يعمل قاعده مع اصحابه ويخرج يتفرهد، جيجي شيخ كي تمشي تبحر، كل واحد فينا كيفاش يشيخ. هو شنو يقول العلم؟ نبداو بالعلم باش بعد نمشيو للجو. فريدريك اوتسون هو فيلسوف يقول اللي الدنيا فيها خمسه مجالات: المجال المهني، العائلي، لو كوبل وتوسكي انتيميتي، بالضبط اللي هو يدخل فيه العاطفي، لو سوسيال ولو بيرسونيل. سوسيال اجتماعي اصحابك، لو بيرسونيل هو انت روحك صندوقك. صندوقك صحيت هذاك اللي كما نقولوا احنا نهار العرس العروسه يقولوا عروسه كل عروسه صندوقها تطلع مزيانه خاطر قلبها باهي. هذيك هي القلب، الروح، النفس نتاعك. اي صحيت. كيفاش اوتسون كيفاش يقول انه تنجم الحياه تكون مزيانه؟ تكون مزيانه وقت اللي نعملوا اكيليبر بين هذا الكل. سوف كو احنا جينيرالمون ننساو روحنا، نتلهو بعائلتنا، نتلهو بصغارنا، نفكروا صحابنا، خدمتنا نركزوا فيها، نتعبوا 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 بالضبط، نجريوا في الدنيا وننساو روحنا. صحيح. اللي يحب سبور وما يلقاش وقت يمشي يعمل سبور، اللي يحب يقرا كتاب وما يلقاش حتى دقيقتين باش ينجم يشد يقرا كتاب، اللي شيخ بسهريه ولا بموزيكا وما ينجمش يمشي يسمع موزيك خاطر ما عندوش وقت، يروح تعب، برشا صغار، برشا مسؤوليات، برشا اخبار خايبه المده هذه الكل، سواء حروب، سواء احنا ازماتنا الداخليه في تونس، سواء ازماتنا الصغيره في عائلاتنا وفي شخصيتنا، فما نلقاوش الوقت لروحنا. صحيح بحق جمله. لازم نتنفسوا، ناخذوا هكا نعملوا تونت بوز، اقف وينك انت وين؟ شنو تحب تشرب؟ شنو تحب تاكل؟ شنو يشيخك؟ شنو يفرهدك؟ شنو اللون اللي تحبه؟ شنو اللون اللي تحبه؟ شنو البلاصه اللي تحب تقعد فيها؟ شنو شكون العبد اللي تحب تكلمه؟ نحي التليفون، نحي كل شيء، فرغ مخك، اكتب اكتب. الكتيبه باهية برشا، الكتيبه تعاوننا على خاطر تخلي لانكونسيون تاعنا يمشي معنا في الثنية، خاطر ساعات اللاوعي نتاعنا ما يمشيش معنا خاطر هو زاد لاهي بحاجة أخرى. إذا نصيحة لخيتها البارح قالوا لي طلعت صحيحة جاتني من الأخصائي. لازمك تكتب. وش نقول لك علاش؟ خاطر الكتيبة باش تخلي حواسك الكل تخدم، يدك، عينك، ومخك في الكونسيون ولا الكونسيون تاعو. في الوعي واللاوعي. بالضبط. اكتب 20 حاجة تشيخك. اكتبهم اكتبهم 20. نبدا شنو؟ نسمع الاغنيه الفلانيه، ناكل شوكولاته، ناكل جاتو، نمشي نقابل فلان، نخرج نعمل سهريه، نمشي نبحر، نمشي البيسين. وخلي كل يوم لازم تكون عندك حاجه من هاك العشرين وحده. روبلوت توفى واحده تجي الاخرى باش انت ما تقلقش، مخك ما يقلقش، باش تلقى الوقت زاد عاد تلقى الوقت. اكزاكتومون. فما حاجات تطلب برشا وقت، انك تمشي تعمل سبا وحمام وتشيخ وكل هذاك لازم ساعتين ثلاثه، اما باركونتر انك تاخذ قهوه وحدك برشا فلوس. والله ليه حمام عربي، حمام عربي ما نعرف انا ب 2000 3000 فرنك تشيخ وندخل عندي اقرب الميكرو مراد. اي فما ناس، فما انا واحده من الناس من الحاجات بالحق اللي فرهدوني حمام عربي، قفه سويك طفل الدنيا نمشي في بالك. حتى البسيكيات خراو ينصحك انك تبدا نهارك بدوش فاتر، راهو الحمام بالحق ينحي لي مون وجعني من الماء كل شيء. والله العظيم والله هو مروه بور اتر كلير، راهو كي نقولوا سورتو الاخصائيين كلنا كي نبداو توا نحكيو في السوشيال ميديا، شوف لازمك تقوم بكري وتشرب قهوتك في عقلك وتعمل دوش برد وتكتب التودو ليست نتاعك. راهي مش ناس كلت نجم تعمل بالضبط، ومش ناس كلت شيخ بهذا. انا مثلا مانيش ماتينال، ما نجمش نقوم خمسه تاع الصباح لازم نقوم العشره معناها. دونك انت وراحتك، شوف روحك، احكي مع روحك. المهم خذ هكا طوند بوز، لازم هكا تعمل لك اللمبوبه اللي تشعل الحمراء. انت تعبت برشا، تعب برشا، ضغط، اقعد وحدك نصيف ساعه الحكايه تاخو، خمم في عقلك شنو اللي فرهدك، شنو اللي شيخك، شنو اللي يخليك مرتاحه، اكتبهم قدامك وخليها الورقه ذيك ولا حتى في تليفونك، النوت نتاع تليفونك، تك 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 في النوت نتاع تليفونك، قول اقراهم كل يوم. شنو باش نعمل انا اليوم؟ ما عنديش برشا وقت، باش نمشي جوست نشرب قهوه ناكل كعبه جاتو شوكولا وحدي شيخه في كوان في قهوه مزيانه كاو. غدوه لي عندي اكثر وقت، نمشي نعمل حمام ونجبد شعري وسوان بيديكور مانيكور ودرا شنو ونشيخ هكاك. خلي لتاش ولا الحاجات اللي تفرهدك شرجي حياتك بحاجات باهية، بحاجات باهية اللي تحبهم انت، تشيخك تشيخك، خاطر الروح تتأذى بالكلام الخايب، بالسيركولاسيون تبدا برشا سيركولاسيون، عبد يقول لك كلمة مش في بقعتها تتقلق تتأذى. اليوم تعذبت انا
برشا على سقيه الامور راهو تعرف الحياه ولا فيها برشا ضغوطات تحل التلفزه تلقى الاخبار لطف يا ربي كان الموت كان الحرب كان فيسبوك برشا مشاكل فيسبوك كيف كيف الناس حتى في التيك توك توا اللي ولا ترند توا نحكيو على التيك توك الناس تخرج تسب في بعضها في التيك توك يعني حتى في عوض باش تخرج تتفرج تخرج تسب في بعضها وفي بالك عاد نحس لي اثر فينا في اللانكونس حتى في اللاوعي نتاعنا حتى كي نفرجوا ونضحكوا ولا نبهتوا ليه نحسوا ياثروا المخ يخزن المعلومات هذوك وناخذوا برشا طاقه سلبيه من الاخبار السلبيه اللي نتابعوا فيهم كل يوم. بالضبط شوف اللاوعي نتاعنا يخدم من اللي احنا نولدوا خاطر صغير يقول لك حتى لثلاث سنين ما عندوش ميموار ميموار نتاعو تمشي قبل ثلاث سنين ولكن اللاوعي نتاعو يخزن كل شيء اي كلمه تقولها اي حاجه تتعدى في نهارك داير عملوا برشا تجارب منهم فما واحده يحطوا زوز اشخاص يعملوا لهم دو ديفيران ميليو في النهار واحد يعيشوا برشا ضغوطات وبرشا مشاكل وواحد يعيش مسترخي وهادي وبعد يقرروا في اخر النهار يقولوا لهم ماي باش تاخذوا قرار حاسم الاختلاف في القرار رهيب نتاع واحد برشا ضغط في مخه برشا مشاكل برشا جوج ما برشا كلام خايب تقال في وسط النهار مشاكل مع عرف مشاكل مع راجلك ولا مع مرتك مشاكل في العائله نقص فلوس نقص امكانيات عينينا تحلت برشا ولينا نمشيو اكثر من طاقتنا لازم نهديو رواحنا نطيحوا في الفيتيس نمشيو على قد ناكلوا على قد جرمنا كما تقول ما اللي عنده 100 الف يعيش بها واللي عنده مليون يعيش به على خاطر راهو اذا كان انت عندك 100 الف تعيش بمليون راهو برشا ضغط عليك وراهي الحياه ناس ساعات تلومني على الكلام هذا اما راهي الحياه تتعاش كما بمية كما بمليون صحيح معناها كي انت تعرف جوست تنظم روحك وتكون مرتاح في مخك وتكون ما تدخلش في المنافسه مع العباد مش فلان عمل له فلان مشى هذاك سافر شبيه هذاك عنده وانا ما عنديش انت دخلنا في كونكورنس في حلبه مصارعه شكون يوصل قبل معناها نجري وشكون يوصل قبل ماهوش صحيح لازمنا الكلنا نمشيو على قد خطوتنا نمشيو نرتحوا بدناتنا تعبه برشا قاعدين نتحركوا برشا ونعملوا في برشا افور لازمنا نرقدوا مليح نشربوا برشا ماء ناكلوا ماكله صحيه ناكلوا حاجات زاده بنينه خاطر الشوكولا وكل ما هيش في الصحيه ما ساعات شيخنا الشوكولاته والجاتو والدنيا سي فري انا نعرف اللي فيها الشوكولا عملوا دراسه شوكولا نوار اون فيت نقص ياسر في الهرمون نتاع ستريس وي وتعلي في السيروتونين مانيش غلطه في اسم ما نعرفش الحقيقة أما هرمون السعادة أي صحيحة دراسة هذه وما حاجة أخرى خطتي البارح عامل عليهم دراسة سامحني جيجي كان قلت دراسة ما حبتش تخلط جيجيتك هرلك صحيتك هرلك الشوكولا نواغرة والدراسات على الشوكولا كلها كلها أما خطي قولوا لي نواغ صحية نواغ الاكزرسيس متاع النفس اللي كل سباح الاكزرسيس متاع الريسبيراسيون اللي قال لك كتبت سباحك كل يوم بكل شهيق 30 سكوند وبعد تخرج نفس بشوي قال لك بالحق تشوف شانجمون توتال في في فيت هو نفس ريت فما اكزرسيس نتاع ميغرين كي تعملوا تنحلكوا جهه الراس فما اكزرسيس نتاع تهدي روحك خاطر ساعات تبدا اجيتي تحس روحك داخل بعضك ماكش منجم تقرر برشا كلمات معناها برشا عباد يحكيوا بحذاك لازمك تسكت كومبليتمون تهزم نفس حتى للعشرة وتسايبه حتى للعشرة وترتاح وتغمض عينيك وتاخذ نفس عميق بالحق راه والله ترتاح والله مرات ترتاح على الاخر فما نفس اخر كان نقولوه الاكزرسيس برشا للعباد نسكروا البارتي هذه ونتنفسوا من ندخلوا خمسه مرات نحسبوا خمسه مرات شهيق خمسه مرات زفير ومن بعد نعاودوه بالبارتي هذه ينحي وجهه الراس كومبليتمون ويخليك مخك ساعات والله مروه انا نتعدى بهم في نهار ساعات مخي بدا يفبري يقول له مخ يوجع مش الراس اسكت هكا نحس فما هدوء سكوت واسكت بربي سكت به برشا راهو هكا صحيت والله اسمع هديتنا هديتنا فوق اللازم عهد جمعاوي باش تكون معنا كل نهار التخميس ميرسي عهد على المعلومات هذوما والله بالحق هديت لي اعصابي عهد واللي خصيت تعرف شنو نخرج نعملو خاطر انا من الناس أنا. اللي راسي دي عندي ميغرين جماعه الميغرين هاك عطيتكم الحل حل بسيط جدا رقدت انت مراد والله جابت لي النوم اعمل غفوه حدا وسامي كمل نسوي سباطه قيمه خلطنا نرجعوا للأسامة ونمشيوا للغبريك اللي مانيش مصار في بها الأكيب أما اليوم زدف جاينا أخبار به أسامة لا لا أنا صلحتها جايبنا أخبار به كالعادة تتسويت أسامة صافي في SOS EFM هذه الفقرة لا تمت لواقع البرنامج بالسيلة وأي تشابه في الأسماء مقصود EFM SOS
صافي الاخبار الجميله هذولي معك اليوم. سهله مره اخرى. اي بيان سور انا مدامني ملتزم بقانون الحصه انا صح. وليت نجيب سبيسيالمون الاخبار الايجابيه دو طون سون طون. والاخبار الايجابي المره هذه جينا من قفصه بعد تقريبا انقطاع دام فما شكون يقول خمسه فما شكون يقول سبعه سنوات استئناف نقل الفوسفات عبر السكه في الضيف في قفصه وين اعلنت الشركه. اي فرحانه وكنت تضحك فرحانه تضحك فرحانه اساسا بالاخبار الايجابيه لانه احنا بيان سور الفوسفات من اهم المنتوجات الوطنيه الساعه من اهم الثروات من اهم الثروات الوطنيه وارتبط بجهه قفصه قطاع الفوسفات ونفرحوا كيف يرجع ويستأنف نشاطه القطاع هذاك. حاجه ياسر تفرح كيفاش حاجه ياسر تفرح حاجه بيان سور ياسر تفرح وان شاء الله نتعملوا خير لانه وما فهمش علاش قال منو مش كان في غفوه سمعت خبر يفرح متعملش نفهم لو متوا عهد مغناطيسيا قيمت يا خويا خبر يفرح ويهم البلاد الحمد لله. ان شاء الله ما عادش نراو الانقطاع الكهرباء اسبيرون بيان وما عادش نشوفوا الانقطاعات. انا باش نحاول ناخذ فكره على الوضع في الجهه بما انه نحكيوا على الرديف. سعيد جدا باستقبال بطبيعه الحال السيد معتمد الرديف سي جاسر. صباح النور اهلا وسهلا. صباح الورد. صباح الورد سي جاسر عميمي معتمد الرديف. دونك نحكي معك ساعة على الأوضاع انطلاق والاستئناف نشاط نقل الفوسفات عبر السكة كيفاش استقبلتوه في الجهة كيفاش كانت أولى الخطوات في استئناف النشاط. والله هي سمعت على الانقطاع هذا كانت معلومة نتيجة الوضع اللي شهدته المناظرات اللي صارت في الشركه في اسبع الشباب دامت مده من الزمن ارهقت الجميع ارهقت الشركه ارهقت الاقتصاد ارهقت الاهالي. اليوم في بادره فهمتني قاموا بها المعتصمين قروا انهم يفكوا الاعتصام هذا. نحاولوا نزربوا شوية نستغلوا الوقت سي جاسر. قرروا انهم يفضوا الاعتصام هذا يعني ايه والناس الكل فهمني فرحت بالقرار هذايا وليس كل فهمني على استعداد انها تخدم لانه الفترة هذه كما نعرفوا في الشعار في المدفوع في البيت ان نعولوا على قدراتنا الذاتية ونعولوا على طاقاتنا ولا بد من العمل ثم العمل لأنه نمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يكفي أن نحصل حقه في الازدهار ورشاد الشعب. نذكروا سي جاسر انه القطار هذا يتكون من 18 عربه بطاقه حموله توصل ل 864 طن من الفوسفات. انطلق النهار الثلاث في اتجاه مصانع المجمع الكيميائي بغنوش جابس بعد انقطاع نقولوا احنا تقريبا من اكتوبر 2017 بسبب الاحداث الاجتماعيه بسبب الفيضانات اللي شهدتها ولا شهدها منجم رديف. ولكن كيف استقبل الاهالي هذه العوده في مدينه رديف وانتم كسلطات جهويه بيان سور كيفاش تعاملتوا مع الحدث هذا؟ بطبيعة الحال كما كنت نحكي أنه الوضع العام كان فهمني مشحون شوية. كان مشحون شوية. سابقا. اليوم فهمني وقت اللي كان فهمني كانت الأجهزة الفنية والفنيين يشتغلوا على تشغيل العربات والواحد فهمني كانت الأهالي ملمومين عليهم فرحانين. هنا الجيل كامل تقريبا اليوم من الصغيرات اللي فهمني ما يعرفوش الاجواء هذه وما عاشوهاش بالرغم فهمني طبيعه المنطقه. ثم استبشار كبير ثم توجه ايضا فهمني قامت به فهمني الدوله بانها حركت اغلب المشاريع اللي كانت معطله قامت بدعم الاستثمار وتركيز فهمني بعض فهمني المستثمرين. هنالك توجه نحو فهمني وبدينا فعلا فهمني في تحسين البنية التحتية. كل هذا فهمني خلى انه تحس المواطنين بانه هنالك صفحة جديدة يعني من العمل صفحة جديدة من انه بتاخذ المنطقة هذه فهمني حظها من التنمية.
لذلك هذا فما تفاعل كبير مع المواطنين. فما ضمانات جاسر لديمومة هذا الشريان الحيوي للجهة باختصار سؤال أخير نختموا به، فما ضمانات حقيقية أنه يتواصل معناها نشاط الفوسفات وما عادش نشهدوا انقطاعات وكل؟ شوف بالنسبة لنا نحن نحكي تونس شعبا ودولة كل عن نظام وحيد هو لحمتنا ووطنيتنا والكشافنا حول بلادنا وحول مشاريعنا وحول فهم كل ما من شأن أن نحقق الوطنين تهمة، لأننا نحن كلنا في مركب واحد والمركب هذا يصير بين الكل يغرق بين الكل. إن شاء الله ربي يستر تونس ويحميها وإن شاء الله يتواصل نشاط الفوسفات. شكرا سي جاسر على كل هذه المعطيات. إن شاء الله هالشريان الحيوي لمدينة قفصة ومدينة الرديف زادة يتواصل ومعش نشهد انقطاعات ويقعد هذا الثروة الوطنية الأكبر في تونس إن شاء الله تشهد نجاحات أخرى. إن شاء الله ديما نزيد نرجع لكم بالأخبار الإيجابية ونحاول إني في الفقرة هذه نكون متوازن. شكرا سي جاسر. شكرا سي جاسر. قولي تحية شكر لكل أهلنا في الرديف وكل الجهوية والمحلية وكل ما يتاهنا في حال حالة هذا الملف. سلمنا عليهم ربي سلمنا عليهم. تحية لأهلنا في الرديف كل أكيد وشكرا أكيد على جداً. وإن شاء الله بتوفيق وإن شاء الله مع شوفوا انقطاعات وإن شاء الله بلادنا ديما بخير جوتما وقطاع الفوسفات من الثروات يا أخي الفوسفات فوسفات فوسفات معناتها معناش حاجة غالية برشا معناها في العالم مش. شكرا لك سي جاسر عايشك فوالا كانت هذه سويس اف ام. نحب نحيي ياسر أسامة اللي متقيد به قانون البرنامج مش ديما ميساش أسامة ما عجبتني الحلقة صراحة اليوم حاجة ياسر بنينة صح بنينة نرجع للمقرونة سينا ودبنا نحكي قبل ما نختم يا جماعة ما نجمش ما نمشيش نعمل طلع على لي كومونتير نتاع المستمعين والناس اللي قاعدة تتابع فينا على خاطر كل مرة نعدوكم باش نعمل طلع على لي كومونتير نتاعكم على سؤال الحصة خلينا نشوفهم هما زادة يأمنوا بالعين ولا ما يأمنوا شو سمعتينا طلع على الكومنتارات تقريبا 3 كومنتارات في جورة بعضهم أحلام محمد بوصافيا ريحاني العايش الكلهم يقولوا أنه العين بشهادة القرآن العين والحسد موجودين تقريبا اتفقوا كيف كيف جمال بالحسن كيف كيف نفس الموقف. فمشكون ذكر أذكار الصباح والمساء اللي قلتهم أنت مراد من الضروري أنه صباحا مساء نذكر ربي نحميه سبحان الله رواحنا نحميه ونحصن أنفسنا بالمعوذتين والإخلاص وآية الكرسي بطبيعة الكرسي من جملة الحاجات اللي في الأذكار بالضبط. دونك فمشكون يقول اسكو احنا ولينا نناقشوا في حاجات ديجا من المسلمات ولكن احنا زاد سالناكم سؤال ما تنساوش كيفاش تتعاملوا مع العين والحسد صحيح انه نمنوا بهم وحاجات معناها موجوده في القران وفي السنه ولكن كيفاش تتعاملوا معهم. تعليق طريف من عرفات بن سويسي يقول نتعامل معهم برومانسية يتربش بالعين يتربش بالعين كيفاش اما يتعاملوا معهم يتعامل معها برومانسية. دونك فمشكون يقول لا يستقيم الحسد مع الفقر تنجم تقول حسدوني وقت اللي تبدا لابس عليك دونك الحسد تحتاج من مليار ونص تنجم وقتها تقول بدا يحسدوا فيا على راحة البال على الضحكة لا لا باركونتر حسين منعي يقول تخونها ذراعة تقول مسحورة يعني مطية نركبوا عليها أي فشل في حياتنا ردوه للعين والحسد دونك فما لاكس هذيا مشى فيها يا زاد ما نوقفوش حياتنا صحيحة على بطبيعة الحال. ليه اسمع كان واحد فشل في زواج سحروه ولا سحروها ديما يسحروا الراجل ما عادش ما يسحروش المرأة كان واحد خان ليه مسحور كان ما عادش يحب تحب تكمل مع راجلها سحروها كان ما نجحتش في قرايتها ولا الباك ليه عين راهو فما فشل راهو فما ناس تختار بالغلط راهو فما إنسان ما تربش بالصحيح راهو فما هك جاوبت انت جاوبت على سؤال موجود في الكومنتاري انا نحس بيهم وليد انت اخصائية فيش بالضبط انا اخصائية بتاكل في كل شيء انا والله انا اشوف بالحق خان جاوب بجماعة اخصائية فيش مروة انا صحفية الاباز وقرية دغوا قبل الصحافة خاطر قرية صحافة ما جيتش هكيكا راهو باش نفضلوه الجدال هذايا متاع والله لي بوتوكس ولا وراني مانيش عامله بوتوكس ما نحب نعمل بوتوكس وجاوبت على سؤال واحد اخر سينو الحياة تتعلم وتجارب تتعلم وخدمتك كي تبدا تقابل في برشا ناس تعلم هاني جاوب انا تفكرت في فيلم هينيدي تفكر وقت اللي هينيدي هذيك كلي يحب ياخذ طفلة أمها ياسر تمن بالسحر أي فيلم هينيدي هذيك اللي تخلى خالة نوسة خالة نوسة بعديك طلع هذيك الكل
كذب ودجل دونك واحد يحسن روحه يقرا شويه قران وربي ربي في الوجود يتوكل حاسين مضامنين نسكت ومش مشكل مروه حتى كان لها من البوتوكس راه باش نعمل ليه باش نعمل انا اعلنت في المباراه تحيه تحيه معش عنا وقت تحيه المهدي المهذب الفا شكون الفا لا حول الله يقص عليه في البرنامج يا مروه في البرنامج تحيه المهدي المهذب تعرفش قال مهدي قال لي تقولوا مروه نقولوا انا ذاك هو عايشك يا مهدي تحيه ليك يا مهدي وتحيه للمستمعين الكل ميرسي الناس الكل ربي كثر الناس مهدي هذيا دوك سنة الاخر كواد نوف لليوم تحية ليكم الناس الكل حاب نقول لكم نتلاقاو غدوة ان شاء الله في موعد اخر من كواد نوف على يا فام ديما احلى غدو باي باي دوما